أتواجد هنا من أقرب نقطة يمكن الوصول إليها، وهي مدخل مدينة بيت حانون. هذه المدينة التي اقتحمتها قوات الجيش الإسرائيلي ليلة أمس وحاصرت عددا من مراكز الإيواء وقامت بإخراج النازحين منها واعتقلت عددا منهم. إفادات شهود العيان تؤكد باعتقال عددا من الرجال والنساء وخلع حجابهن، وكذلك أيضا اعتقال عدد من المصابين من داخل هذه المراكز. يعني شو ذنبنا إحنا؟ شو ذنب أطفالنا أساسا؟ يعني إحنا يفوتوا علينا بالدبابات ويخافوا أطفالنا يكسفونا، إيش ذنبنا إحنا؟ بعدين لمونا إحنا كلهم، بعتوا لنا مرسال شاب ولموا الشباب، لموا الشباب وبعدين بعتوا لموا النسوان بالأطفال. ممنوع ولا واحد يضل بالمدرسة، وأي واحد بضل بالمدرسة بدهم يقصفوه. الشباب كله خلع الملابس كله، واللي بدهم إياه أخذوه لبسوا أبيض وغمضوا عينيه بالبرتقالي وفرزوهم على جنب. مرقوا علينا امبارح اليهود في الليل، كانت الساعة 11 ونص، ما شفناهم اللي هم مرقين علينا في الليل، وطلعونا الصبح، طلعوا الإزلام، أخذوا الإزلام، وبعدين أخذونا إحنا وطلعونا وصورونا وطلعونا على جبالي. كل يوم إحنا مشردين ومهججين. كم مرة نزحت؟ هي هذه المرة التاسعة أتنقل، وإحنا معانا 9 أنفار وكل يوم نتنقل فيهم من مكان لمكان، وهينا أنا طالع مش عارف وين بدروا. طول الليل هو القصر، ما نعرفش من وين هو، من ورانا ومن قدامنا، وجرفوا كل المناطق اللي حوالينا. خلونا يعني منطقة كشاف لحد الحدود. بنت بعمر 15 سنة، بنت عمره بقول لها عمره 15 سنة، بقول لها أم الموظ، أم الموظ، بقول لها ما حاش هوية، طفلي طفلي ما حاش هوية، صيح صيح، بقول قرب علي صور وجهك، وحطها لشقة رماها، أنا الأم في شقة والبنت في شقة. ومرأة حامل عمرها في شهرها، في شهرها أخذوها ولتموها، وأقسم بالله والتحقيق تحتيها ويدقوا فيها، والجنديات يدقوا فيها يخبطوا فيها بدون إياها تعترف على إيش، وهي في الشيش. علاش أنا أعترف؟ أنا علاش أعترف؟ الجيش الإسرائيلي يسعى إلى إفراغ مدينة بيت حانون من سكانها من خلال هذه الاقتحامات المتكررة والاستهداف لكافة مكونات المدينة في محاولة لإقامة منطقة عازلة بالقرب من السياج الحدودي. عبد القادر صباح لقناة العربية والحدث من شمال قطاع غزة.